السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في تمرين في المعادلات، وهو موجه لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. إذا غنبداو بالمعادلة الأولى. إذا هنا غنحاول ما ندير النشر، لأن إلا نشرتو فغتلقاو معادلة من الدرجة الثانية، وبالتالي في مستوى ثالثة إعدادي غتلقاو فيها صعوبات الحل ديالها. إذا شنو غادي ندير؟ غنحاول نقلب على التعميل. اذا باش نقلب على التعميل، حنا شنو عندنا؟ عندنا حدين، عندنا هذا الحد الاول وعندنا واحد التعبير هنا. اذا غنحاول نقلب على عامل مشترك بين هاد الحدين هاد. بطبيعه الحال هنا العامل المشترك راه ما باينش هنا، خصني نبينه، يعني خصني هاد التعبير هذا نعملو حتى هو. الى لاحظتوا مزيان كيبان لكم بان اكس مربع ناقص 25 هو عباره عن متطابقه هامه، يعني على شكل أ مربع ناقص ب مربع. إذا شنو غادي ندير؟ غنحاول نعمل هاد التعبير هذا، نكتب هاد التعبير على شكل عوامل. إذا هذه المعادلة تكافئ. إذا الحد الأول غادي نخليه كما هو، الحد الثاني عندنا إكس مربع ناقص 25 هي راهي إكس مربع ناقص 5 أس 2، خمسة أس اثنان، وهذه متطابقة هامة على شكل أ مربع ناقص ب مربع. شنو كتساوي؟ كتساوي أ ناقص ب عامل أ زائد ب. إذا إكس مربع ناقص 25 هي إكس ناقص 5 عامل إكس زائد 5. إذا هذا التعبير هو هذا. إلا نشرت غنلقى هذا التعبير هذا. إذا دابا شنو لقينا؟ بان لينا العامل اللي يمكننا نعملو به، اللي هو اكس ناقص 5. اذا اكس ناقص 5، اذا في الحد الاول عملنا باكس ناقص 5 غيبقى 3 اكس ناقص 1 زائد، وفي الحد الثاني عملنا باكس ناقص 5 بقات اكس زائد 5 تساوي صفر. اذا لقينا جدا عاملين كيساوي صفر. اذا نحاول نبسطو العامل الثاني. اذا عندنا اكس ناقص 5، 3 اكس زائد اكس هي 4 اكس، وناقص 1 زائد 5 هي زائد 4. اذا لقينا جدا كيساوي صفر، وبالتالي راه واحد فيهم غيساوي صفر. اذا 4 اكس زائد 4 تساوي صفر، او إكس ناقص 5 تساوي صفر. إذا 4 إكس زائد 4 كنديرو الطرف الثاني غترجع ناقص 4. إذا إكس تساوي، إذا عندنا جدا كنقسمو على المعامل ديال إكس. إذا ناقص 4 على 4 بعد الإختزال بالعدد 4 كيبقى لنا ناقص 1، أو إكس تساوي، إذا عندنا ناقص 5 ديناها الطرف الثاني ولات زائد 5. إذا لقينا إكس كتساوي 5 أو إكس كتساوي ناقص 1. إذا ناقص 1 و 5 هما حل هذه المعادلة. الآن المعادلة الثانية، وبنفس الكيفية غنحاول نحل هذه المعادلة. إذا عندنا الحد، هذا الحد الأول أو التعبير الأول، هذا الحد الثاني. إذا غنحاول نقلب على معامل بين الحدين. اذا هذا التعبير الاول غنحاول نكتبه على شكل عوامل. اذا راه كيبان لي بانه متطابقه هامه. اذا هنا تكافئ، عندنا 4 اكس مربع، 4 اكس مربع، 4 راه هي 2 و 2 في اكس مربع و 2، وعندنا هنا 2 و 2 اكس و 2 راه هي 2 اكس الكل اس 2، وتسعود راهي 3 في 3 3 أس 2. يعني هذا التعبير هذا كيولي على شكل 2 إكس الكل أس 2 ناقص 3 أس 2. والحد الثاني ما غاديش نتكلم معاه، غنخليه كما هو، 5 إكس زائد 1 كتساوي 0. إذا هذا التعبير مكتوب على شكل متطابقة هامة، على شكل أ مربع ناقص ب مربع. إذا شنو كيساوي؟ أ ناقص ب عامل أ زائد ب.
إذن جوج إكس ناقص ثلاثة عامل جوج إكس زائد ثلاثة. التعبير الثاني غادي نخليوه كما هو، إذن تساوي صفر. إذن هنا بان لنا واحد العامل مشترك اللي هو جوج إكس ناقص ثلاثة، إذن غادي نعملو به. إذن في الحد الأول عملنا بجوج إكس ناقص ثلاثة، بقى لنا جوج إكس زائد ثلاثة، وفي الحد الثاني غيبقى لنا خمسة إكس، إذن زائد خمسة إكس زائد واحد تساوي صفر. إذن جوج إكس ناقص ثلاثة عامل جوج إكس زائد خمسة إكس هي سبعة إكس، ثلاثة زائد واحد هي أربعة تساوي صفر. إذن جداء عاملين يساوي صفر، يعني واحد فيهم كيساوي صفر، وبالتالي جوج إكس ناقص ثلاثة كتساوي صفر، أو سبعة إكس زائد أربعة تساوي صفر. إذن عندنا معادلة من الدرجة الأولى، إذن جوج إكس تساوي ثلاثة أو سبعة إكس، إذن زائد أربعة نديرها للطرف الثاني ترجع ناقص أربعة. إذن جوج إكس يعني أن إكس تساوي ماذا؟ ثلاثة على جوج، أو إكس تساوي ناقص أربعة. عندنا الجداء كنقسمو على العدد سبعة، إذن ثلاثة على جوج وناقص أربعة على سبعة هما حل هذه المعادلة.